هؤلاء اللي يقتلون 130 إنسان، 130 شهيد، يتظاهرون سلميا على حدود قطاع غزة ويرفع علم فلسطين، هذا هل هذا يشكل؟ نعم. هؤلاء يعني سيأتي اليوم، طبعا الآن أمريكا وراكم، طبعا ترامب وراكم، طبعا الأيام جاية، احنا قاعدين في هذه الأرض، لن نخرج العالم العربي منها وراءنا ولن نستسلم. يقول لك العالم العربي وراءنا. عن عرب You know what happened with the D.R.E.